لكل مكان. أهلا بكم. أكد تقرير فلسطيني أن هدم إسرائيل لعشرات الشقق السكنية في وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب القدس الشرقية يوم الاثنين الماضي يعادل إجمالي ما جرى هدمه في 10 سنوات بالبلدة. ففي غضون نحو 13 ساعة هدمت القوات الإسرائيلية في صور باهر باستخدام الجرافات والمتفجرات 10 مباني تضم 70 شقة سكنية، وهو ما يساوي تقريبا ما هدمته إسرائيل في آخر 10 سنوات بالبلدة، إضافة إلى هدم 12 مبنى منذ بداية العام الجاري بالبلدة ذاتها. واستنادا إلى التقرير الذي صدر مؤخرا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فإن السلطات الإسرائيلية هدمت 1179 مبنى في القدس الشرقية في غضون السنوات 11 الماضية، ما أدى إلى تهجير 2102 فلسطينيا. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من القدس الدكتور خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق. أرحب به دكتور خليل. يبدو أنه هذا التغيير يمضي بشكل سريع، وأنه إسرائيل تذهب إلى تغيير الملامح الديموغرافية في القدس. هي برنامج إسرائيلي، هي ليست وليدة اليوم ولا بالأمس، هي وليدة عام 1973 عندما وضعت لجنة، تشكلت لجنة جيفني في تلك الفترة، كانت جولدا مائير رئيسة الوزراء في تلك الفترة، شكلت لجنة اسم لجنة جيفني التي بدأت بوضع سياسة إسرائيلية في أن يكون عدد العرب لا يتجاوز نسبتهم 22% من إجمالي عدد السكان. حقيقة قضية الأقلية والأغلبية هي هاجس إسرائيلي، حتى عندما نتكلم اليوم أو قراءة الأدبيات الإسرائيلية عندما تقرأها أن القدس بنهاية القرن 19 وما قبل القرن 19، يعني في نهاية القرن 18 و19 كان ذات أغلبية يهودية، وهذا الهاجس هو أن هذه القدس هي أغلبية يهودية وأقلية عربية. فبالتالي عندما وضع هذا البرنامج في عام 1973 كانت في سياسة إسرائيلية واضحة تماما، هذه السياسة أن تقوم بتقليص نسبة السكان العرب، ويتم ذلك عن طريق مصادرة الأراضي وإقامة المستعمرات الإسرائيلية في القدس التي تم احتلالها بعد 67، وهنالك اليوم 220 ألف إسرائيلي يسكنون في القدس التي احتلت بعد 67. وكان ضمن السياسة الإسرائيلية ما نطلق عليه اسم التهجير الصامت، وهو هدم المنازل. حقيقة ما جاء في التقارير في تلك الفترة أو منذ نهاية 2001 حتى 2018 هنالك أكثر من 1600 وحدة سكنية تم تدميرها بالكامل، بمعنى أكثر من 6000 فلسطيني تم تشريدهم، لأنه عندما يهدم البناء لا تستطيع أن تبنيه مرة أخرى. إذن ما يجري الآن في داخلة القدس عملية إحلال، بمعنى خلع سكان فلسطينيين وإحلال إسرائيلي. فبالتالي اليوم عندما حدث في وطية وادي الحمص في قضية هدم 70 شقة في يوم واحد، هو يعتبر ثاني أكبر عملية تطهير عرقي منذ 67 في يوم واحد. في عام 1967 في 10/6/67 كان هنالك عملية تطهير عرقي لمنطقة ما نطلق عليها اسم حارة المغاربة، واليوم التي يطلق عليها ساحة البراق أو ساحة المبكى، تم إزالة 135 بناية تاريخية مملوكية، يضاف إلى ذلك تم إزالته بالكامل. فبالتالي ما حدث في وادي الحمص هي ثاني تطهير عرقي. اليوم لماذا الإضاءة على هذا الموضوع؟ لأنه الجانب الإسرائيلي بدأ بعملية أنه فكر في الدراسات الاستراتيجية المستقبلية، يتكلم على أنه في عام 2040 سيكون هنالك عدد السكان العرب 55% من إجمالي عدد السكان في حدود البلدية، وبالتالي القدس ثنائية القومية، بالتالي رئيس البلدية عربي، إذن أين القدس العاصمة للدولة العبرية؟ هذا أولا. ثانيا ما يحدث الآن في قضية الانتخابات في الشهر سبتمبر القادم، فبالتالي هو أكوزيون ما نفعله في مدينة القدس، هو ضمن البرنامج الإسرائيلي الواضح تماما أن القدس العاصمة، أن القدس غير قابلة للتقسيم، وأن هذه القدس هي أن وجودنا في القدس قبل أي شعب آخر. فبالتالي هي رسالة للسلطة الفلسطينية، رسالة للعالم العربي والإسلامي أن القدس خارج هذا الإطار، لأن هنالك أقلية عربية في هذه المنطقة.
دكتور خليل، يعني إذا كانت المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس ولتغيير الخرائط في القدس واضحة، فلماذا لم يتم الوقوف أمامها من قبل السلطة الفلسطينية بشكل واضح؟ حقيقة لا، نحن البرنامج الإسرائيلي واضح، يعني يتكلم عن القدس عام 2024، اليوم في عنده برنامج عام 2050 ماذا سيفعل. حقيقة نحن كفلسطينيين وعرب المسلمين ليس لدينا برنامج باتجاه وقف هذا الموضوع. القضية ليست قضية سلطة فلسطينية، السلطة الفلسطينية وجدت في عام 1993، فبالتالي هي جديدة. القضية لأن القدس بقيت كلمات رمز ديني دون أن يكون هنالك شيء على أرض الواقع. نحن تكلمنا أكثر من مرة أن إذا أردت أن توقف هذا العمل يجب أن يكون لديك برنامج واضح. دعم المؤسسات الفلسطينية في القدس، ليست عملية تفريغ المؤسسات في القدس، وهو ما تم تفريغ كل المؤسسات من مدينة القدس. المستشفيات، المراكز الصحية تم تشفيفها في داخل مدينة القدس. المؤسسات التعليمية تم تشفيفها، لأنه لا يوجد لدينا برنامج. البرنامج يحتاج إلى أموال. قضية السكن هي أهم ما يمكن في مدينة القدس، لأنه الصراع الذي يجري الآن في داخل مدينة القدس هو صراع على المليمتر، على السنتيمتر في داخل المدينة. إذا احتل الإسرائيلي معناته أنت خسرت، وإذا نحن ربحنا هذه المعركة خسر الإسرائيلي، لأنه هذا الصراع الذي يجري على المليمتر في داخل هذه المدينة. أيضا في البرنامج الواضح، هذه تحتاج إلى ملايين الدولارات من غير. إسرائيل لديها مليارات الدولارات لدعم وتنفيذ المشاريع، وغدا لدينا مقالة كبيرة في هذا الموضوع، أن هنالك مجموعة من المشاريع مليارات الدولارات تصب من أجل بناء بنية تحتية وعملية دمج القدس الشرقية والغربية وتحويط القرى والتجمعات الفلسطينية بالمستعمرات وتفتيتها وتحويلها إلى فسيفساء في داخل الأحياء اليهودية. هذا الموضوع الذي نتكلم يحتاج إلى أموال. إذا تكلمنا عن الأموال، في سنة واحدة العالم العربي والإسلامي والفلسطيني 30 مليون دولار مقابل واحد إسرائيلي مليونير ميسكوفيتش كان يدفع بالسنة 100 مليون دولار وأكثر من أجل تهويد هذه المدينة. فبالتالي لا يوجد لدينا مقارنة، لأن هذه القدس التي نتكلم عنها هي فقط يتكلمون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. أرجو أن أنقل هذا الكلام إلى ضيفي الذي ينضم إلينا عبر سكايب من نابلس، السيد سليمان بشارات، الباحث في مؤسسة يوبوس للاستشارات والدراسات. سيد سليمان بشارات، سمعت إلى ضيفي يتحدث ويقول رغم الخطة الواضحة للإسرائيليين ورغم أنه الحديث عن ما حدث في بلدة الوادي الحمص وفي سور باهر، في 13 ساعة 10 مباني 70 شقة يوازي ما هدمته إسرائيل في 10 سنوات، يعني ورغم ذلك الكلام فقط، ما رأيك في هذا الكلام؟ نعم، مساء الخير لك وعلى ضيفك الكريم وعلى المشاهدين الكرام. حقيقة هناك غياب في الاستراتيجية والسياسة الفلسطينية تجاه الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس بالتحديد، وهذا الأمر تمثل جليا في حالة الهم التي جرت الأسبوع الماضي، وهذا أيضا يتجلى في الكثير من الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في مدينة القدس، سواء فيما يتعلق بالمسجد الأقصى وباقي المقدسات، أو سواء فيما يتعلق بتهجير المواطنين المقدسيين. وهذا ربما يطرح السؤال الكبير، إلى أين ستذهب السلطة الفلسطينية في هذه الحالة؟ هل هي ستبقى صامتة؟ هل هناك ستستخدم الأدوات الدولية القانونية في هذا الأمر؟ أم أن الأمر لا يتعدى حالة الشجب والاستنكار؟ وباعتقادي هنا المشكلة، أن هناك غياب في الاستراتيجية السياسية الفلسطينية في التعامل مع إسرائيل فيما يتعلق بما تفرضه في مدينة القدس على الأرض الواقع. وأنا باعتقادي أن إسرائيل الآن هي تحاول تعزيز أمر واقع في مدينة القدس، بدأ في الحالة التاريخية الجغرافية وتغيير معالم كثير من مدينة القدس، والآن يتم تثبيت حالة التغيير في الحالة الديموغرافية في مدينة القدس من خلال تفريغ المدينة من الغالبية الفلسطينية. وهذا الإجراء الذي حدث الأسبوع الماضي دليل واضح على هذا الشيء. إذا ما عدنا إلى السنوات العشر الماضية، نلاحظ أن إسرائيل بدأت في هذه الحالة من حيث بدأت ببناء الجدار الفصل العنصري الذي تم عزل العديد من الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس ذات الغالبية
الاهليه الفلسطينيه كمخيم شعفاط وغيرها من الاحياء الفلسطينيه، وبذلك لتقليل عدد الوجود الفلسطيني داخل مدينه القدس. الان اسرائيل هي تتبع قضيه هدم المنازل، ايضا تتبع كما تفضل ضيفنا والكثير من الاحصائيات فرض العقوبات على منع الفلسطينيين من البناء في مدينه القدس، ايضا هناك حاله تسريب العقار في مدينه القدس التي تتم بحاله مبرمجه. كل هذه الخطوات الاسرائيليه لا يقابلها مجهود سياسي فلسطيني واضح او قوي. وهو ما نسال عنه سيد سليمان بشارات، وما نسال عنه ما الذي يجب فعله سياسيا من قبل السلطة ومن حتى من قبل العالم العربي والإسلامي ومن قبل الفلسطينيين في مواجهة هذه الخطة الإسرائيلية الواضح؟ نعم، أنا باعتقادي أن ما جرى الأسبوع الماضي في استهداف المنطقة المصنفة ألف وفق اتفاق أوسلو هذا خرق واضح، وهذه أحد الدعائم التي يمكن للسلطة الفلسطينية أن تذهب بها إلى العالم وتقول أن إسرائيل هي تخترق كافة القوانين وكافة الإجراءات التي نصت عليها كافة القوانين الدولية والاتفاقيات السابقة. لماذا الصمت في هذه الخطوة؟ لماذا لا يكون هناك خطوة مشابهة فلسطينيا في لا نريد فقط الحديث عن البحث عن إمكانية وقف الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هناك يمكن الذهاب إلى المجتمع الدولي، دع المجتمع الدولي يتحرك لحماية هذه الاتفاقيات التي تمت برعايته. أين الدور العربي الإقليمي فيما يجري في مدينة القدس؟ كل ذلك هناك حالة من الغياب في هذا الأمر، وأنا باعتقادي أن السبب الرئيسي لحالة الغياب هو يعود إلى الواقع السياسي الفلسطيني. أولا نتيجة حالة الانقسام، أيضا غياب الرؤية السياسية الفلسطينية. الأمر الثالث ضعف حالة الدبلوماسية الفلسطينية، لأن الدبلوماسية الفلسطينية لو أن لديها من أدوات القوة في طرح القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني وما يجري في مدينة القدس بشكل واضح وما جرى بالأسبوع الماضي بشكل أوضح 100%، باعتقادي أن الأمور لن تكون على هذا المنحى لو تم تحريكها. سيد سليمان بشارات، أرجو أن تبقى معي. أذهب لدكتور خليل. دكتور خليل، الحديث الآن يعني إذا كانت مرت هذه الأمور بدون فقط يعني استنكار ورفض لكن لم يتم اتخاذ إجراءات، وخصوصا أن هذه المنطقة تتبع السلطة، وباعتبار ما ذكرته أنت أن الخطة واضحة، ما الذي يمكن فعله لإيقاف المخططات القادمة الإسرائيلية التي تستهدف أن تصبح الغلبة للإسرائيليين في القدس؟ اولا يعني في جزء من الاخطاء التي نرتكبها يعني في هذا، لانه اي المنطقه هذه التي نتكلم عنها ليست المنطقه الف ولا اي، هي عباره عن منطقه يعني منطقه تم ضمها في داخل مدينه القدس الى داخل مدينه القدس، وبالتالي بدا يسري عليها القانون الاسرائيلي والاضافه الى القانون الاداره المدنيه او الحكم العسكري. حقيقه ما يحدث الان في داخل مدينه القدس هي قضيه صراع. الصراع بين إرادتين، الإرادة الفلسطينية التي قاومت لوحدها في فترة ما في تاريخ ما في شهر 7 عندما كانت قضية البوابات، وعندما كبرت هذه القضية وقف أهل القدس لوحدهم وكان كل العالم في خلال أسبوع يتفرج عليهم حتى أثبتوا لأنفسهم، ثم جاءت قضية باب الرحمة. حقيقة ما يجري الآن في داخل مدينة القدس أن مدينة القدس تم محاصرتها بشكل كامل بما نطلق عليه اسم الجدار. الصراع الذي يجري الآن معروف تماما ومعروف لدينا نحن كخبراء متابعين لهذا الموضوع، وكثيرا ما حذرنا من هذا الموضوع. الصراع الذي يجري الآن هو عملية اقتلاع فلسطيني من داخل مدينة القدس وإحلال إسرائيلي. ما يجري الآن دون كاميرات تلفزيونية عبارة عن تهجير صامت، يعني عندما تهدم البناية ونحن باللغة العربية أصعب مثال يتكلم به اذهب الله يخرب بيتك، فهذه الجملة أن عندما يخرب البيت بمعنى هدم الأسرة بكاملها ونقلها إلى مكان آخر. الآن بالنسبة للفلسطينيين نحن لا يوجد لدينا برنامج، البرنامج هو يحتاج إلى مفكرين يفكرون بالبرنامج ماذا سنفعل، لكن هذا البرنامج وهذه الدراسة تحتاج إلى أموال. السلطة الفلسطينية ليست لديها أموالها الخاصة بالإضافة إلى التقييدات التي وضعت في قضية أوسلو في قضية القدس تم ترحيلها إلى المرحلة النهائية. يضاف إلى هذا وذاك قضية أن الولايات المتحدة الأمريكية هي داعمة للجانب الإسرائيلي وأعطت الضوء الأخضر بشكل كامل
أن القدس العاصمة غير قابلة للتقسيم. الآن بدأت مشكلة واحدة أمام الجانب الإسرائيلي اللي هي قضية السكان. قضية السكان، نحن كفلسطينيين نسكنون في القدس، مقيمون دائمون ولسنا مواطنين. فإذا نقلت مركز حياتك إلى خارج الحدود البلدية بمعنى فقد الهوية. وهنا نتكلم، نتنياهو طرح قضية التخلص من 200,000 فلسطيني، حييم رامون وهيرتسوغ تكلم عن هذا، حتى ليبرمان تكلم أن لست بحاجة إلى هذه المناطق فلتخرج إلى الذهاب إلى السلطة. السلطة ترفض أن توجد إليها لأن عملية تقليص سكان. الإدارة المدنية التي هي الحاكم بأمر الله في الضفة الغربية وليس السلطة، لا في منطقة ألف ولا في منطقة باء، الحاكم بأمر الله ليس اللي عايشين في رام الله، الحاكم بأمر الله هو الذي يعيش في بيت إيل أو الحاكم الإسرائيلي الذي يأمر وينهى ومطاردات ساخنة في كل مكان وهو الذي يحكم بهذا. رفض أن هؤلاء السكان ينضمون إليه. إذن اعتبرنا هذه المنطقة 200,000 أن يصبحوا في منطقة إكس وليس لا ألف ولا باء ولا جيم، منطقة إكس يعني غير معرفة تحت سيطرة أمنية إسرائيلية لكن تدير نفسها بأنفسها. وهذا ما يسبب بالنهاية أن يصبح هؤلاء الأشخاص بدون، يعني بمعنى كالنور في العالم العربي والعالم الأوروبي أو كما يطلق في الكويت، هؤلاء البدون. نحن الآن هذه المرحلة التي نمر بها دون أن يكون لدينا استراتيجية، دون أن يكون لدينا دراسات خاصة ودون أموال. أنا أعتقد سنفقد. شكرا. ونحن الآن في خواتم الأمور في بعض الموائل في بعض المواقع. شكرا لك دكتور خليل تفكجي، أشكرك شكرا جزيلا لك. تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر مغنيين فلسطينيين في حفل غنائي وهما ينتقدان السعودية ودولا خليجية أخرى ويتهمونها بالعمالة لصالح إسرائيل، الأمر الذي فجر جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. وحصد الفيديو الذي يظهر المغنيين وهما محاطان بالعشرات من الشباب أكثر من 1.5 مليون مشاهدة على موقع تويتر. أنا شيخ فلسطين على كل السجالين، أما أنت شيخ البحرين يا عميل الأمريكان، وأنا شيخ الغنية بالدول العربية، ما أنت بالسعودية بس الأيادي يا أبو فلان، أنا شاعر مية مية أقوى منك يعني سعودية ويا يا بن سلمان، هذا الحاكي ما بنجيزة ليلة هاي بنجيزة، لما رفضوا له الفيزا صار بن سلمان، امبارح شفتوه بالذات هو بأرض الإمارات تيلم شوية ليرات بيمدح في آل الهيان، بغني للقاضية كل الدول العربية وبلبس عقد في كوفية حتى أذكرهم يا فلان. هذا بلا سيد سليمان بشارات عن هذا اللون الجديد من الأغنية والذي ربما فيه استهداف وسخرية، كيف رأيت هذين المغنيين؟ نعم، باعتقادي أن الفن هو أحد وسائل التعبير عن ما يجول في خاطر الشعوب كثيرا، وباعتقادي أن الفنانين هم يعني الشبابيك أو أبواب الشعوب والثقافات، وهذه ربما تعبير عن حالة السخط والغضب الشعبي من غياب المواقف الرسمية العربية الداعمة للقضية الفلسطينية وبالتحديد أعقاب حالة التطبيع التي بدأت واضحة وما أثار ذلك الفيديو الذي كان واضحا من زيارة المدون السعودي. وهذا سؤالي سيد سليمان بشارات، يعني نعم، هل هناك بعد هذه الزيارة وهذا التطبيع للمدون السعودي هل هناك حالة عداء لبعض الدول الخليجية بهذا الشكل العلني؟ أنا باعتقادي أنه هناك حالة من التفريق، والشعب الفلسطيني من الشعوب الواعية والمثقفة والتي تدرك جيدا أن المواقف الشعبية العربية دون استثناء هي مواقف وطنية، هي مواقف دائما القضية الفلسطينية، وحتى إن حدث هناك حالة من الضعف في التأييد في لحظة من اللحظات نتيجة الحالة التي تمر منها الواقع العربي، لكن على المستوى الرسمي السياسي العربي باعتقاد أن الشعب الفلسطيني أيضا يدرك أن المواقف الرسمية العربية للأسف منذ زمن بعيد هي مواقف خذلته في كثير
من المواقف، وكانت تعبر عن حالة من الضعف، ولا تقدم للشعب الفلسطيني الكثير من الأمنيات في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي باعتقادي هذا الأمر الذي يجري الآن، هناك حالة من الفصل في المواقف تجاه السياسات الرسمية وتجاه المواقف الشعبية التي المؤيدة للقضية الفلسطينية. سيد سليمان بشارات، أشكرك شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، المسائية مستمرة، وبعض الفاصل باقي فقراتنا وفيها: جنايات القاهرة تجدد حبس المستشار أحمد سليمان وزير العدل المصري الأسبق 45 يوما على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.